ضيفنا اليوم أعزائنا المتابعين، ضيفنا اليوم جدا مميز. ضيف اليوم أخوي صديقي وحبيبي وولدي بدر مجاربي، حياك الله ويانا في بودكاست بثينة. يا أبو بثينة الله يحييك يسلمك. جبت المشاهدين اليوم والمتابعين والمستمعين يتعرفون عليك ويسمعون قصتك. عشان نقول مدام انه في توجه انا علي هناك يا بدر. الله يحييك يا بدر، والله انا شارك عليها كبير. الله يعطيك ستر ما يجيك الضيم، افرح واحتفل دام انا يا زيد تحت الهلال. يغوص في البحار ويغوص في نفوس اللي حواليه. استاذ احمد الملا شرفتنا. الله يحفظك. حياك في بودكاست بثينة. الله يسلمك تسلمين. بعد فتره تفقد حق التذمر من الشخص اللي تقعد تنتقده. افقد حقي في اني انتقدك. يس. مثال، انا احمد مو يعيزني لسبب او لاخر، يا اما احمد يتعدل يتغير، يا اما ان انا اتقبله مثل ما هو. ظل شوف ايش كثر انا اكسر الخاطر، شوف ايش كثر انا قاعده اعاني في حياتي، شوف انزين نحل الموضوع. لا بس انا هذه حياتي. انزين هاو ماكو شيء ضل على حاله، تقدرين تغيرين. سيد سالم خالد جميعان شرفتنا. الله يطول عمرك. اهلا وسهلا فيك. علشان توصل حق هذه تبارك الله هذا المسمى وهذه المكانه وهذا، شلون بديت؟ خلصنا الثانويه والحين بنروح ندرس، شنو صار؟ دائما في أمثلة طيبة مثلك يا أخوك، الكويت بخير والدنيا بخير وإحنا كلنا بخير. تقول ذاك الزمان وكانوا جي تعاملاتهم، قارن لنا بين ذاك الزمان وهذا الزمن، شلون فرقت؟ شنو نصيحتك حق الشباب اللي قاعد يفكرون يسوون عمل جديد؟ شلون تنتقي من يشاركك وشلون تنتقي فريق؟ الحائز على جائزة عيوب للصبر حبيب التميمي. أحسنت. هذا النوع من الحب اللي أنت قاعد تكلم عنه اللي موجود هناك ما انكشفت عليه هني بديش الفترة العمرية. إيه عيب أصلا الحب عندنا هني فشلة، يعني ما يصير تقول أنا أحب واحدة. وأنا متأكدة أنك من هذه التجربة كنت إنسان آخر تماما، حتى علاقاتك اللاحقة أكيد انضربت العلاقات اللاحقة، كمية الناس اللي تقلد الكلام اللي أنت تقوله. أحب اوف، لان هذا هو الطرح اللي هذا الشيء اكيد وايد الثاني شلخني بثينة، شلخني احساس بالذنب عظيم اتوقع. اوف، بعدين هذا الانسان يكون مو منافق، يعني ما يصير ان انا يصير اضغطك وانت ما يصير تضغطني. شكرا. اللي استعرضته من حياتك حبيب في اشياء كانت مهيئ لها من كتبه رب العالمين، شيء سعيت له، شنو شيء بعد ما تحقق وتتمنى توصل الله الحين وانت في هذه المرحله؟ دكتور بسام الفيلي حياك الله في بودكاست بثينة. الله يحييك اختي بثينة وشاكر لكم. تروح هذه الجامعه بهذه المرحله العمريه، كانوا تقول لهم تعرض عليهم هذه الافكار ويطلعونك كأنك انت جاي من الفضاء، فلازم كلكم ما تشتغلون ولا حد فيكم يفكر ولا تنجزون، تنطرون مشروعنا اللي احنا قاعد نحضر له. والشيء في منتهى البساطه هو ان انا باترك بصمه باسم بلدي في الفضاء. انت مؤمن ان انا اللي قاعد أسويه ما عندي مشكلة بإنه يردوني؟ لا راح أقدر. عادة هذا النوع من الأحكام تي من أكيد كان فيه قدوة، حسيت إنك أخذت درس ورجعت إنك رايح جامعة إنك حاضر كورس ورجعت، شنو شايف بالمستقبل القريب؟ What's next؟ شنو عقبه؟ يا ربي ما يضيع التعب، احنا وايد متشوقين نوصل حق هذه المرحلة. الله يطول بعمرنا. سيد الفاضل طلال البحيري اهلا وسهلا فيك في بودكاست بثينة. شكرا على الدعوة جميلة وما قصرتي. فكان هذا الشيء خلالك مساحة امان ان انا في هذه المنطقة في هذه اللحظة انا مرتاح. مواضيعك وايد اكبر واشمل من قطرتي ودشداشتي. هذا شلون لمسته؟ حسيته؟ هل في نوع من الانتقائية في اختياراتك من موضوع إلى موضوع؟ الله يويهك قام يتلامع. دشت حامي. أي إحنا نبي نفيد هني ونفيد هناك، هي الفكرة مو إن إحنا نستفيد كثر ما أن نبي نفيد، في رسالة نبي نوصلها. بس تعمقين فيه. من اشمئزاز إلى استغفر الله إلى يا رب يستر عليكم، إلى شلون أنت يا شخص بعث لي شيء بهذه القباحة حق شخص أنت مفروض أنك محسوب عليه، يعني كمية آثام في الموضوع من ألف إلى الياء وأنت تسكره وتقول أنا واحد راح أسر على موايا. يشرفني جدا اني اقدم اخوي الصغير عبد الهادي نزر. زيد شرف بثينة، مشكوره. فانت لما تتكلم على مواقف ولما تتكلم على رجوله ولما تتكلم على ولاء، سبحان الله ترى الدنيا كارما تدور.
أضرب فيك المثل في الموظف المثالي المتفاني، كان وايد يسعدني حتة الولاء والوفاء اللي عندك. الله يبارك لك ويطول بعمر والدينك ونعمة التربية، الله يحفظك ويبارك لك في عملك ويخلي لك حبايبك وعيالك. إن شاء الله لازم يقدرون إن أبوهم كان هذا الإنسان اللي ينضرب فيه المثل. السيد الفاضل وليد المرشود، حياك الله ويانا. أثينا مشكورة وما قصرتي، ومقدمة جميلة، وأتمنى أني أستحق. أنا أعتبره قدوة ومثال يحتذى به مثل الكثير نفسي. هو أب وابن وأخ وزوج وصديق. مؤمن وليد أن كل شخص فينا له أكثر من شخصية؟ إيه. وإذا إحنا اثنيننا في هذه العلاقة على غير وفاء، لا شك أن هذا الشيء بيسمع مع عيالنا. شنو قاعد يشوفون؟ تخيل أنت إيش قاعد تسوي بالمجتمع. بالضبط. ما قاعد تفيد أحد في أنك تظل في كذي علاقة، لا تفيد نفسك ولا الزوجة ولا عيالك. شفت حجوتك هذه كلمها؟ تدري أن أغلبية مشاكل الأزواج حاليا في هذه الفترة هو عدم القدرة على أن أنا أقدر أكلمك. وفي كثير ما يتفهمون هذا الجانب، لأن عادي تبتدي تبحث عن هذا الكلام الطيب برا. أتوقع هذا الأخ اللي ما أعطى فرصة حق ولده يمكن يكون شخص أنت تعلمت منه بطريقة غير مباشرة. شكرا. هذا الشيء أنا ما أبي أسوي. اللي متزهلقين وهذا وتشوفها زقطة بلقطة. لا تفتح وياها موضوع. بالضبط. لأن ربته أم ويقدر المرأة، يدل على أنه عنده تقدير للمرأة بسبب تعامله مع والدته. أتمنى أني ما كنت ثقيل عليكم، وأتمنى أن تكون هالحلقة هذه مفيدة للي راح يسمعها. بارك الله فيكم على هالتنظيم الجميل، والله يعطيكم الصحة والعافية. يعني بالعكس، أصلاً التيم وطريقتك ويعني من اللقاءات النادرة اللي ما يقاطعني فيها المحاور ما يقاطع فيها ويخليني أسترسل، بس هذا فخ ترى. مشكورة يا أختينا، أنت حالما عطيتينا فرصة. مشكورين الإخوان كلهم، ما قصرتوا، وإن شاء الله تكون يعني الحلقة عطت ثراء في العمل التجاري بما أنه مجالية. إن شاء الله ما نكون تعبناك ويانا اليوم. أبد. استمتعنا جدا بياك حبيبي. الله يطول بعمرك، وشكرا على هذا يعني لقاء خفيف ظريف. يا رب يبارك لي فيك. أحسنتي. شيء يعني وايد استمتعت فيه، ومشكورين يعني على استضافتي، وإن شاء الله يعني كنت عند حسن ظنكم. أبدعت وأمتعتنا، يا رب يبارك لك يا أستاذ. هذه الإنسانة غريبة أعطتني حرية إني أتكلم، ما وقفت لي. طلاقة ما شاء الله، في حضور في كذا، فأنا أتوقع أنه مستقبل لك عاد، بس اللي كبرتي مو تخلينا وتنسينا يا معودة. استمتعت وايد، تجربة جديدة جدا، كنت مستمتع قاعد مع أخت. ما كان بودكاست، ما كان برنامج، لا كان لقاء حبي، سوالف حلوة، وأنا جدا مستمتع. أنت اللي الله يعطيك العافية. أنا وايد سعيد بالمقابلة، وايد مستانس إني قاعد معكم. كتيم الله يحفظكم ووفقكم، وتقابلون من بعدي ومن قابلته قبلي، وإن شاء الله كلنا نثري، وكل من موقعه وكل من مكانه، ويستفيد الكل، وإحنا نستفاد من هذا اللي قاعد تقدمونه. اللي قاعد تقدمونه شيء قيم، شيء راح يوصل إلى المستمع. جانب الناس ما قاعد تبينه، جانب الناس بعضها تتخجل منه وتخشه، وكل ما شخص طلعه. وصدقيني يمكن أنا لما أحد يشوف يتجرأ إنه يتكلم، يتجرأ إنه يتحجى، ويطلع في محافل، ولا يطلع ببرنامج، ولا يطلع بأي مكان يتحجى فيه. المجتمع صار مفتوح، وكل من يتكلم، كل من يدلو بدلوة. إن شاء الله إحنا قاعد ندلي في أشياء قيمة، وأتمنى أن أحفادي يشوفون يقولون الحمد لله هذا مبدأ بالحياة، ولا هذا كلامه بالحياة. كن حلو، قدم شيء زين.